هذه الزوجة تعب زوجها ولم يقدر عليها، فلن تصدق ماذا فعلت لتشبع نفسها وكيف كانت نهايتها. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنصل بهذا الفيديو ل100,000 لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق؟ أما الآن هيا بنا لننطلق. كان هناك زوج يحب زوجته جدا، حتى أنه كان يفعل كل شيء حتى لا يحرمها من أي شيء على الإطلاق، وكان يعمل ليلا ونهارا حتى يفرحها ويجعلها في فرح وسعادة، حتى إن هذه الزوجة لم يكن لها أحدا سوى زوجها الذي كان يحبها جدا، وكان للزوج هذا صاحب له يدخل ويخرج عنده كل يوم ويذهب معه في كل مكان، حتى جاء يوم وغضبت الزوجة من زوجها على بعض المواقف الموجودة بين أي زوج وزوجته، حتى قام صاحب زوجها بالتدخل بينهما حتى يصلح بينهما، وبالفعل تم الصلح على يده وأصبح مقرب من الزوجين بعد هذا الصلح الذي تدخل فيه. ولكن الشيطان دائما ما يستغل بعض المواقف التي تحدث حتى يجعلها بجانبه لكي يبعد الجميع عن الله سبحانه وتعالى. فاستغل الشيطان موقف صلح صاحب الزوج بينه وبين زوجته بأنه أعجب بالزوجة وبجمالها، حتى أنه بدأ يحاول الاقتراب منها أكثر وأكثر حتى يفعل الحرام معها، وكان يستغل زوجها في هذا الأمر من حيث الدخول والخروج إلى المنزل، ومن حيث المواقف الذي يحكيها له زوجها. فبدأ صاحب زوجها يستغل كل شيء من الممكن أن يساعده حتى يصل إلى الزوجة وإلى فعل الحرام معها. وأثناء ذلك وكان الزوج راجع من عمله، فقام بعمل حادثة فدخل المستشفى على إثرها، وبعد فحص الطبيب الزوج اكتشف أنه يعاني من شلل في نصفه الأسفل من شدة تصادمه أثناء الحادثة، فأبلغ الطبيب زوجته وصاحبه بكل هذا الكلام، فحزنت الزوجة جدا مما حدث لزوجها، وبدأ صاحب زوجها يقترب منها أكثر وأكثر في مثل هذه الظروف، حتى إن الزوجة بدأت تستجيب معه واقتربت منه أيضا. وبعد ذلك خرج زوجها من المستشفى وهو محمول على الأعناق، نظرا لأن هذا الشلل الذي حدث معه سوف يظل معها طوال حياته وليس له أي علاج على الإطلاق. فحاول صاحب الزوج أن يعرف إذا كانت زوجة صاحبه من الممكن أن تفعل الحرام معه أم لا، فقال لها إنه يحبها ويريدها معه دائما، ففرحت الزوجة من قلبها وذهب إلى زوجها وقالت له إني ما زلت أخدمك ولكني لم أكن قادرة على هذه الخدمة باستمرار. فقال لها زوجها إذن لابد أن أحضر أحدا معك حتى يقوم بمساعدتي تخفيفا عنك. فقالت له زوجته ليس الأمر هكذا، ولكني أريد الانفصال عنك حتى أعيش مع شخص آخر أستند عليه وليس هو الذي يستند علي. فجرحته هذه الكلمات الصعبة التي خرجت من زوجته التي لا بد أن تقوم هي بخدمته طوال عمرها، وذلك نظرا لأنه لو كانت هي مكان زوجها لقام زوجها بخدمتها طوال حياته. وبالفعل لا يتحمل الزوج كلمات زوجته الصعبة والمهينة وقام بطلاقها والانفصال عنها بعدما تنازلت عن كل شيء حتى يقوم بطلاقها. وبعد ذلك ذهبت إلى صاحب زوجها وهي تقول له إني قد انفصلت عن زوجي حتى أرتبط بك، فكانت الصدمة الكبرى، حيث قال لها صاحب زوجها ومن قال لك بأنك تقومي بالانفصال عنه؟ فقالت له الزوجة حتى أعيش معك عمري بأكمله. فقال لها إني لم أقصد الذي قمت بفعله هذا، ولكني كنت أقصد أننا نظل سويا وأنت متزوجة. فلم تصدق الزوجة نفسها ولا كلام صاحب زوجها فيما كان يريد فعله معها، فقالت له لابد أن تتزوجني بعد طلاقي من زوجي بسببك وليس لي مكان أذهب إليه وأعيش به. فقال لها هل من الممكن أن أتزوج من زوجة قامت ببيع زوجها من قبل؟ فمن المؤكد سوف تقومين ببيعي بعد ذلك من أجل رجل آخر. فلم تشعر الزوجة بنفسها حتى قامت بطعنه بقطعة من الزجاج كانت قريبة منها حتى فارق الحياة في نفس الوقت، ثم تم القبض عليها وتم الحكم عليها بالإعدام شنقا، وبذلك قد خسرت كل شيء في الدنيا وأيضا في الآخرة. اللهم لا تكتب علينا مثل هذه النهايات. هذا الزوج يفعل هذا الشيء مع حماته،
ولكن ما حصل في النهاية كان مفاجأة للجميع. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع ألف صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وضع لايك لنصل بهذا الفيديو لمئة ألف لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق. كان هناك شاب يحب فتاة كانت معه في العمل وأعجب ببعض جدا، حتى تحركت مشاعر كل منهما إلى الآخر، حتى بدأوا يتكلمون ويتحدثون سويا كل يوم بعد الانتهاء من عملهم، حتى جاء يوم وصرح كل منهما الآخر بحبه له. ثم بالفعل ذهب الشاب إلى منزل الفتاة التي كانت تعيش مع أمها فقط، حيث كان والدها قد توفى منذ صغرها، وكان هذا هو أيضا حال الشاب الذي كان يعيش مع والده فقط بعد فقدان أمه وهي تقوم بولادته. وبعد وصول الشاب إلى منزل الفتاة تفاجأ بأمها هي التي تقوم بمقابلته، فاعتقد أولا أنها صاحبة الفتاة الذي ذاهب حتى يطلب يدها، ولكنه تفاجأ عندما علم بأنها أم خطيبته وليست صاحبتها كما كان يعتقد. فجلس معها وتحدث معها حتى جاءت ابنتها وجلست معهما، وتم الاتفاق على كل شيء بأنهم سوف يقومون بعمل الخطوبة، ثم بعدها بعدة شهور يكون زواجهم. وبالفعل حدث ذلك وتمت خطوبتهما، وبعدها مباشرة كان زواجهما، وعاشوا حياة سعيدة بعدها. ولكن أي زواج لا يخلو من المشاكل، فبدأت تحدث بعض المشاكل بين الزوج وزوجته، ولكن الزوج كان يرفض أن يغضب زوجته منه، فكان يذهب إلى حماته ويحكي لها على كل شيء، حتى تقوم هي بالتحدث مع ابنتها، حتى تقوم بحل المشكلة دون زعل الطرفين. وبالفعل حدث ذلك الأمر عدة مرات كثيرة، وكان كل مرة يتقارب فكر الزوج مع فكر حماته التي كانت تحبه جدا وتفضله على ابنتها، وكان هو يعلم هذا، حتى جاء يوم وذهب إلى حماته حتى يقول لها على مشكلة أخرى حدثت مع زوجته، ولكن هذه المرة كان الشيطان بالمرصاد لهما دون أن يشعروا. فجلسوا يتحدثون حتى وقع كل منهما في غرام الآخر بعد تقارب أفكارهم وأيضا أحاسيسهم الذي زرعها الشيطان لهما، فقاموا بفعل الحرام سويا دون أن يشعروا، ولم ينتبهوا لهذا الأمر غير بعد وقوعهم في الحرام. وظل هذا الأمر يحدث بينهما، وهم يعلمون أنه لا يوجد أحدا يشاهد ماذا يحدث بينهما أو يقوم بتوصيل ذلك لزوجته، حتى جاء يوم وقامت زوجته بالاتصال به وقالت له تعال إلى المنزل الآن لأن والدك قد رفع يده علي ويريد أن يطردني من المنزل.